ايه فين؟ المغرب اذن ولا ايه؟ مغرب ايه؟ ده احنا في وقت السحور لسه دقيقتين على الفجر وهيأذن. ايه؟ طب ما صحتونيش ليه؟ الدكتور راحت عليه نومه، ده لسه هنتكلم. قوم اسرع. طب هات ميه بسرعه عشان نلحق اشرب. ماشي. انجز يا ابني. ما جبتش الميه ليه؟ نسيت. طب روح حطها يلا. ماشي. يا ابني انجز يا ابني عشان اشرب. وتخلص يلا يا بارد يلا. هتديني تاني. ماشي هديك اللي انت عايزه بس هات لي ميه. ماشي خد. الله اكبر الله اكبر. ده ده الفكر. ما لسه ما سبتش اصلا بقى اعمل لك ايه؟ عملت اللي عليا. يلا اللي انت بتعمله ده يلا. الاذان اذن. عادي عادي ما انا لسه صغير. ابويا قال لي اطلب عادي بس ما تطولش. اطلب بس ما تطولش. عادي لحد ما اتعود على الصيام يعني عشان انا لسه صغير. يعني يلا يا بارد جيتني احيا رجل يا غتت. انا عطشان عمال تروح تشرب وتنسى تقوم جايب لي الميه. تروح تشرب تنسى تجيب لي الميه. وانت اصلا فاطر. عامل ايه يعني من كتبت على الواتساب؟ طب امشي من قدامي. امشي من قدامي. امشي يلا. عجيب بارد والبيت كله يسمع. معش حد يصحيني قبل اذان المغرب. اديني بلغت اهوت يا جماعه. انا ما شفتش. ماشي سبت بقى تعالي كويس. ايه 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 البيت بيقع ولا ايه؟ انت عايز تعالي توقع. انت مالك يا ابني مش هسيبك. خد يا بارد يا ابني البارد. البس البس يلا. مين البارد؟ قصدي بابا؟ تعالى على رحوم. يا عيني الله يرحمه بقى. كان طيب. يا رب مش حد يتبناني وياخدني من ام البنت ده. اتخانقت اتخانقت. يا رب اتمنى شويه شويه مش حد يصحيني. يا ريت يا ريت مش حد يصحيني. يا ريت. انت بتعمل ايه؟ لا بعمل قطايف يا بابا بعمل كنافه. استظرف كمان استظرف. ضحك انت انت كوميدي. اكيد يعني بابا نايم على السرير وبتغطى حاطط نفسي على السرير كده بعمل كده. اكون بعمل ايه يعني؟ هنام هنام. مش محتاجه فكاكه يعني. مش محتاجه فكاكه بابا يعني. ده عندها الكلام ده. عند مين؟ عند امك. يلا هات العده وتعالى ورايا على الحمام عشان في حنفيه عايزين نصلحها. لا سباكة بابا ولا اي حاجة بابا وسيبها بعد الفطار يعني احنا صايمين اهو. بابا احنا صايمين. بتقوم يلا لازمته الصيام وانت نايم على السرير كده. لازم الصيام مالك كده تحس بالمشقة والتعب. لازم تجتهد كده وتتعب كده في الصيام عشان تاخد ثواب اكتر. حلو قوي. خد الثواب بقى انت كل لوحدك وعيش انت. عيش في الثواب والخيرات وكل حاجة. عايزك بقى تحس بقى بالمشقة والتعب وكل حاجة. سيبنا نام سيبنا نام. انا عارف ان الزوم مش هينفع معاك. ما هو الاشكال اللي زيك ما ينفعش معايا الزوم. لازم تتكربك عشان تسمع الكلام. هتقوم معايا بالزوم ولا لا؟ هي فين العدة بابا؟ انا جاي وراك حالا. ايوه كده اظبط. ما كمل الاول. يلا هات العدة وتعالى ورايا. حد المغرب عشان ما تعبش اكتر من كده. تعبت قوي وغلطت قوي. تعبت في الصيام قوي. ولا في عربية النقل منزلين رمل عايزين نطلعه. ولا في شقة عايزين نبنيها. حضرة بابا. ولا الشقة اللي احنا بنيناها عايزين نهدها. حضرة. محمد باب العربية اتخبط عايزين نصلحه. ده احنا ما عندناش عربيه. وانا ما قلتلكش وانا ماشي بالطريق اتلاقيت بابا عربيه عايز تصلح بس شويه حاجات صغيره كده يعني هنعملها يعني نصلي بس يامنا يعني عشان لما يكون معانا عربيه يكون معانا الباب. يلا اهو عربيه احلى لاقيين ناكل. بتقول حاجه يا ده؟ لا بابا انا بكح. طب كح على قدك. يلا اهو. حاضر يا بابا. ولا محمد مش قادر. اموت واشرب اموت واشرب يا
جعان. مش عارف هما بنعمل مالك. مش عارف. اشرب. لا لا لا. اجمد يلا محمد يلا. اسد يلا في ايه؟ اسد. لا مش ها مش هاشرب. اشرب ايه بس؟ لا لا اهدى كده عليك يعني على نفسك يا محمد. اهدى كده انت عمرك فطرت. اهدى. عامل ايه انا عطشان قوي. عطشان. عامل ايه؟ ما هو اللي عامل فيها كده هو تعبني. تعبني وخلينا اشتغل طول النهار في الصيام. خلينا اموت من العطش. لا. راح اشرب الطاقة. ولا محمد. انت بتعمل ايه يا ابني؟ بعمل ايه على بابا وتوضى عشان انزل اصلي الظهر. ربنا يكون مالك. ماشي خلص وضوء وتعالى يلا عشان عايزك. طب بقول لك ايه؟ لا لا خلاص خلص وضوء وتعالى. الحمد لله يا ابويا كان هيقفشني حتى وانا جاي افطر فاشل برضه. اعمل ايه دلوقتي؟ انا عطشان دلوقتي وجعان. اللهم لك اطول على رزق افطر. انت بتعمل ايه؟ لا يا باري ده لا ده الظهر لسه مأذي. ما ابويا قال لي طول ما انت بتسمع اتان افطر عسل انت لسه صغير. طب خد يلا القلة اللي في ايدك ديت لو خش جوه. طب ليه كده طيب؟ ده انا كنت جايب لك طريقه ان انت تخليك تفطر من غير لما يتقال عليك اللي انت فاطر خالص وربنا هيسامحك. ايه هفطر بالبلوتوث؟ امسك القلة تفتح خليها تنبت وتمسك التليفون تلعب لعبه مع اصحابك اي لعبه فهتنسى بقى اللي انت صايم اصلا فتصدم من القلة واصلا هيتحسب لك صيام عسل انت نسيت. الفكرة دي تاهت عني ازاي؟ انت اول مرة تقول حاجة عدلة. اما جرب الموضوع ده. ماشي اسيبك بقى تنسى بلحظة. يا ابني اديني دم بقى اديني دم. انت عيل بارد بارد. انا مش عارف انا بلعب مع الناس دي ازاي. ايه نسيت ولا لسه؟ الله يخرب بيتك انا كنت ناسي كنت ناسي كنت ناسي. انت جاي تفكرني الوقت وانا جاي اشرب. يا عم روح بقى روح. صدق انا غلطان اني جاي اطمن عليك اسيبك نسيت وصلبت ولا لسه؟ يا ماما ده هيتحول. انت عيل بارد بارد بارد. لما ادخل انام يا باش. ولا محمد انت مش هترتاح غير لما اولعلك لكم في نفسك. يلا قوم امك عايزه شويه طلبات من السوق. قوم جيبها لها من الفطار. بص يا بابا كفايه مشاوير لحد كده وانا صايم. كفايه مشاوير كفايه مشاوير. لو انت عايز حاجه بقى بعد الفطار ماشي يا بابا بعد الفطار. مش هقولها تاني مش هقولها تاني عشان ما تغباش. ماشي عشان ما تغباش يا بابا عشان انت عارف لما بتغب. سيبني بقى نام وصحيني بعد المغرب. يلا بقى سلام بقى. انا مش عارف ليه انا كل شويه بكلمك بالذوق مع انك انت عايز قله الذوق. مش عارف ليه مش عارف. انا ايه ده هو الواد راح فين؟ الو يا بابا انت قلت لهم عايز ايه؟ ايه ده هو ده حزم سحر ولا ايه؟ اكتب عنك يا ابني.